لسه صاحي من النوم على واحد صاحبي بيكلمني بيستنجد بيا، الحقني يا حجاجه الحقني يا حجاجه. في ايه يا عمي؟ انت الوحيد اللي ممكن تنزل فيديو ينقذ مصر ويوري المصريين بجد الناس بره عايشين ازاي وعاملين ايه في موضوع الطاقه المتجدده وموضوع الفحم اللي احنا طالعين فيه. قلت له ليه في ايه؟ قال لي انت ما شفتش الاعلان اللي موجود على التلفزيون بتاع نعم للاستخدام الامن للفحم في مصر؟ قلت له لا ما شفتوش. بصيت على التلفزيون اتفرجت على الاعلان وحزنت جدا جدا جدا. احنا جايين هنا النهارده مش عشان خاطر نتكلم عن حاجات كبيره ونتكلم عن المصانع لما تنتج مش عارف هتطلع قد ايه حاجات تلوث وهتكون، احنا نتكلم بحاجات بسيطه جدا جدا جدا، امثله من الدول اللي هم قالوها اليابان واوروبا. هنروح نشوف القطارات في اليابان لو كانت بتستخدم الفحم كانت هتبقى ازاي، لو بتستخدم الطاقة المتجددة زي ما هو بيستخدموها دلوقتي الفرق الرهيب انت هتشوفوه، وهنشوف في اوروبا ازاي القطورة هناك بطلوا حتى يستخدموا فيها البنزين بقوا يستخدموا فيها الطاقة الكهربائية. سيبكم من اليابان وسيبكم من اوروبا وسيبكم من القطر الشينكانسن او القطر الرصاصه اللي بيمشي بسرعه 420 كيلومتر في الساعه يعني يوصل ما بين القاهره واسكندريه في اقل من نص ساعه، وسيبكم من القطوره الكهرباء اللي احنا شفناها في اوروبا. تعالوا نتكلم في مثال اصغر، تعالوا نتكلم ازاي ان البيئه هتنضر جدا 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 لو حتى العربيات. تعالوا نتفرج على واحنا في المانيا في معرض ومتحف مرسيدس بنز وفي شتوتغارت، وفيديو تاني شفناه في أوسلو في النرويج عن أوروبا إزاي غيرت طاقتها من الفحم إلى طاقات تانية متجددة. عربية المتجوزين الجداد هنا في النرويج، كل عريس وعروسة محدود الدخل بيجوا يشتروا العربية دي النرويجي اسمها بادي. العربية دي أحلى حاجة فيها إن هي بالكهرباء، فزي ما انتم شايفين الراجل بيجي يشحن عشان طبعا عايز يوفر فلوسه عيني، والبنزين هنا غالي في النرويج فبيوصل حاجة هنا، وادي الكهرباء كوبس الكهرباء بيحطها ويبتدي يشحن. شفتوا العربيات المرسيدس في ألمانيا عاملة ازاي في شتوتغارت في متحف مرسيدس؟ حاجة رائعة العربيات الجديدة المرسيدس. طيب بلاش عقد، تعالوا نروح. شفتوا العربية بتاعت شباب الخريجين في النرويج عاملة ازاي؟ عربية صغيرة بالطاقة الكهربائية في كل حتة في الشارع، في كوبس تحط عربيتك في الكوبس وتكمل مشوارك عادي جدا. طيب ناس كتيره جدا بتقول حجاجو فيتش احنا متعودين منك على حلول، بتشوف العالم كله ما شاء الله انت النافذه بتاعت المصريين على العالم كله، بتجيب لنا الحل من الاخر، توري كل الناس الحل بالفيديو وبالصور. الحل انا قلته كتير جدا، الناس هتقول ما قدامناش غير الفحم دلوقتي هنعمل ايه، هنعمل ايه ما عندناش غير الفحم. مع الحل الفحم، لو كنا في سيبيريا ولا كنا في جرينلاند تقول اه ساعتها كان الفحم هو الحاجه الوحيده اللي ممكن نستخدمها عشان الطاقه، ولكن احنا في مصر عندنا اسمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،
لو استخدمنا الفحم هيبقى اسمها وزارة الكهرباء والطاقة الغير متجددة. الناس هتقول طب هنعمل ايه الصيف اللي جاي؟ خلاص داخل علينا الصيف كمان شهرين او شهر وشوية، والكهرباء هتقطع من 6 ل 8 ساعات يوميا. بيقول لك بالجدول. طب الحلول، الحل انا قلته كتير جدا في التلفزيون، الحل انا قلته كتير كتير كتير، ولكن لا حياة لمن تنادي. تعال نتفرج كده انا قلت ايه لما طلعت من زمان جدا. الدنمارك اللي السماء الشمس بتطلع عليها في السنة 3 اشهر بالعافية، يعني 3 اشهر اللي فيها الشمس دي بيبقى كلها غيوم وبتاع، عندها محطات طاقة شمسية. كل البلد، مش بس كوبنهاجن، مفيش حاجة اسمها هناك كوبنهاجن، مفيش حاجة اسمها القاهرة وان لا السويس لا والناس تحت الفلاحين دول لا، مفيش حاجة اسمها كده. كل الناس على بداية كل مدينة بتروحها ومصور الكلام ده للناس كلها. مفيش المنطق بتاع العاصمة والأقاليم. لا 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 مفيش حاجة اسمها كده. لا وكل لا المدن لا مهمة، لا لا كل القرى مهمة. بره بقول لك الطاقة الشمسية موجودة يا يوسف، حاجة تجنني، بقيت بتصور. لما الدنمارك تبقى من أكبر دول أوروبا في الطاقة الشمسية، والجو زي ما انتم شايفين اكتر من 6 اشهر في السنة بنفس الطريقة دي، والدنيا بتمطر، يبقى لازم نفكر احنا ازاي ما بنستخدمش المطرة عندنا في مصر وفي الدول العربية. يبقى لازم نعرف ان عندنا صحراء كبيرة جدا لازم نستغل الطاقة الشمسية فيها. ازاي المدن، كل مدن الدنمارك تقريبا بتستخدم الطاقة الشمسية، زي ما انتم شايفين مولدات في كل المدن بيستخدموا الطاقة الشمسية عشان خاطر الكهرباء، وعشان خاطر يدوا مية سخنة لكل البيوت، وكمان عشان خاطر التدفئة في الشتاء. وياريت نتعلم من الدنمارك. بعد ما شفت كل الفيديوهات دي وشفته ازاي البلاد اللي بيقولوا عليها زي اوروبا واليابان وزي امريكا وزي البلاد دي كلها ازاي بطلوا يستخدموا الفحم، انا واقف قلبا وقالبا مع الحمله الجميله اللي اسمها اوقفوا الفحم. انا واقف في صف الوزيره الجميله وزيره البيئه ان احنا بجد لازم نحافظ على بلدنا. كفايه غمامه وكفايه بجد دخان. هوريكم كده حاجه اخيره هنقفل بيها الفيديو. الصين في المدينه الوحيده اللي بتستخدم الفحم بقى الجو بتاعها عامل ازاي، واخدت المدينه الاكثر تلوثا في العالم كله. يا رب نخلي بالنا على بلدنا، وبجد نحب مصر من جوانا، ويا رب المسؤولين يفهموا الموضوع ده ويستخدموا الطاقه الشمسيه ويقولوا لا ليه الفحم. سلام، احمد حجاجوفيتش.